اول شيء منها قديش الصبر اللي مرت فيه والمراحل اللي مرت فيه كابر اكثر ويقدر يوصل اللي بده اياه. دورتنا اليوم هي دورة لعضوات المجالس البلدية بكل محافظة طول كرم، مجالس بلدية ومجالس قروية. هي من ضمن سلسلة من الدورات، عنا تنفذت 3 دورات وإن شاء الله بكرة في الدورة اللقاء الرابع. كان لقائنا اليوم عن المشاركة السياسية التحولية اللي هي يمكن موضوع شوي كان لأول مرة بناخده، عن المؤسسات اللي إحنا بنشتغل فيها إن كانت بلديات وإن كانت مؤسسات خاصة فينا كموظفات وكعاملات. هدف الجمعية عندنا اليوم إنه الالتقاء مع عضوات البلدية إن كان لرصد احتياجاتهم، رصد معوقات العمل عندهم، بالإضافة لتنمية المهارات اللي إحنا بنطمح فيها كجمعية مرأة عاملة. المشروع منفذ من قبل مدعوم من قبل هنريش بول. هذا المشروع بيستهدف كل محافظات الضفة، إن كان نابلس، رام الله، بيت لحم، طول كرم. هدفه تجميع كل العضوات لاستبيان واحد بيسلط الضوء على الاحتياجات وبيسلط الضوء على المعوقات حتى نطلع بورقة عمل متكاملة نقدر نوصل فيها إحنا مع العضوات لنقطة معينة اللي هي المشاركة الفاعلة للمرأة بالسياسة وصنع القرار. لقائنا مع لجنة المرأة العاملة كان بخصوص السياسات التحولية. الورشة بتحكي عن سياسات البلدية الموجودة حاليا، قديش إحنا كعضوات مجلس بلدي فاعليات، قديش قدرتنا على التحويل، قديش مدى تطبيق السياسيات والمبادئ اللي بننادي فيها من شفافية من عدالة، قديش مدى تطبيقها على أرض الواقع، إيش إمكانياتنا إحنا للتغيير في هاي السياسيات، في هذه السياسيات. وإن شاء الله خلال الورشة بنقدر نطلع في ورقة عمل تطبق على الجميع، نقدر نغير من خلالها رؤيتنا، مبادئنا، طموحاتنا.